القبة البيضاء في النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي. زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقباد والزلف. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على نبيه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يوم مبارك وليلة ميمونة، شهر فضله الله بالعبادة والإيمان والتقوى، هذه الأيام نداولها في إيمان راسخ وحب وولاء ويقين على هدى لصراط مستقيم. إذن ليلتنا هي لميلاد سيد الأوصياء مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام، ليلة قد يقول المرء فيها ما لا يتوقعه من الحديث في الاستماع إلى ما ورد في عظمة هذه الليلة وما ثبتته الأخبار وتداولته الروايات في آيات محكمات وأحاديث وسنة نبوية. الكل في المعنى يلتقي بولادة في بيت بولادة كانت في بيت طاهر هي كعبة للمسلمين، فأراد الله بها أن تتشرف بولادة علي وأن يجعل تأريخها بولادته لأمة الإسلام الخير والسلام والعدل والمساواة في ميزان الأحكام من القرآن الحكيم. علي بن أبي طالب شخصية عرفتها الإنسانية فتجسدت في كل معالمها، موروثة أحياناً من النبوة وأحياناً وورثت من إرث أبيه وعائلته. فإذا خالد هذا اليوم بعلي بميلاده، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع. وإذا امرأة وقور تدخل إلى باحة الحرم الطاهر، القوم هناك وبنو هاشم وكل من كان هناك، أي في باحة الحرم بجوار البيت المعمور، تدخل الامرأة، امرأة وقور كانت قد فاجأت القوم، قد فاجأت القوم بحضورها واستنجادها بالدعاء، وإذا هي تدعو بدعاء يسهل لها الطلق. الكل كان بنظرات لها، فجاءت بحمل تطرق الأبواب، جاءت بحمل تطرق الأبواب، وقفت بباب للإله أجاب. من هذه المرأة؟ هي فاطمة، فاطمة بنت أسد.
السلام عليكم يا محبي أهل البيت، الكل هنا يلتقي بالولاء والمحبة ليقتدي ويقتفي بهدي هذا الرجل العظيم، الشخصية التي تداولتها كل أخبار الصحابة، فهو خالد بمولوده وعظيم بهديه وبطل بشجاعته. فسلام الله عليك يا سيدي يوم ولدت. ونحن اليوم هنا في هذه المؤسسة الميمون المباركة بحضور من الفضلاء والأساتذة والأخوات المؤمنات والشبيبة الطيبة لنلتقي بأفراح لنعبر فيها عن شدونا بهذه الليلة. فباركونا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالوا في علي أئمة من الصحابة والمذاهب، وتشرفوا بقولهم إلى أن أودعوا هذه الدنيا بل ودعوها. فقالوا فيه: إذا في مجلس نذكر عليا وسبطيه وفاطمة الزكية يقال تجاوزوا يا قوم هذا، فهذا من حديث الرافضية. برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمي الإمام الشافعي. إذن قال الكثير في أمير المؤمنين هو علي أبو الحسن ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم الرسول محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أول من لبى دعوته وأول من آمن به هو علي. أفضل هذه الأمة أفضل هذه الأمة مناقب وأجمعها سوابق وأعلمها بالكتاب والسنة وأكثرها إخلاصا لله تعالى. يا سيدي، نقف اليوم متوسلين بالشفاعة في ليلة ميلادك الأغر، ونحن نبتهل بذكر محمد وآل محمد بالصلاة. أقول يا بسمنت وش فايفنا عتك بيها البكي لسه، يا فرح انت. هذا البيت يكمل سيدي، احنا راقيين معنا غير اللوعة. يا بسمة انت وش فايفنا عتك بيها البكي لسه، يا فرح انت وحزننا تلول يتفلش دور صفناتنا الجسة، يا كلش انت المضى والجان والهسة، يا زود الزود يا الحجال وحلوق الزلم خرسة، يا ضاحك والسيوف فياي فوقك والحرب شرسة، معلم والزمن تلميذ عندك يحفظ بدرسة، معلم والزمن تلميذ عندك يحفظ درسة، وشري تذكر شري تنسى علم مولاي انت البطل، شرف يلبيك الشرف ما غاب،
شجاعا ما شهد بيها منافق حاقد وجذاب. علي علي باسمك هتف جبريل يدوب كل كتر حسه علي وضدك وعاد داخل ينشد ابوه من ويراجع عصر نحن في حفل بهيج بهذه الوجوه الولائية المفعمة بالإيمان بإطلالتها بين هذه الغربة يتعانق إيمانها بالولاء فنجعل من علي سلوك لسيرة ومسيرة. إذن هو عنوان علي في الفكر الغربي، كلمة طيبة، والمعنى هنا اليوم يتجسد في الخطابة والتوضيح والإرشاد. دعونا أن نستمع إلى هذا العنوان لفيه الدكتور عبد الله الموسوي الملحق الثقافي في سفارة جمهورية العراق سابقا. إذا نستمع إلى هذه الشخصية في حديثها للولاء والولاية مستقبليه بذكر محمد وآل محمد الصلاة. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي وسيدكم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما ترددت يوما في أن أقول ما أقول إلا في حديثي عن علي، فأنا مضطرب متردد متوجس خيفة، وعذري أني بين حناياكم. بتكليف كريم من الأخوة في مؤسسة الأبرار أريد مني الحديث عن زاوية من زوايا هذا الطوق، فأصابتني الحيرة عن أي زاوية سأتحدث عن علي، كيف أبدأ وكيف أسير وثم كيف أنتهي. أتترقرق عيناي بالدموع، لا شرف لي لا شهادة ولا وظيفة قدر شرفي بانتمائي لعلي بن أبي طالب. هو فخري وهو عزي وهو بقائي. والأخوة في هذا التكليف عبر عنها الشاعر القول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. الوقت لا يتجاوز 20 دقيقة والحديث عن علي، فكيف يعني سأعوم في هذا المحيط؟ لكن أين سأصل؟ علم ذلك عند رب. أنا ملزم في قراءة بعض النصوص لأنها ليست من بنات أفكاري، والباحث الأكاديمي عليه أن لا يغير بعبارات الآخرين لكي لا يسف في هذا الأمر. وأنا في هذه العجالة سأتجاوز ما كتبه العرب أو كتبه المسلمون عن الإمام الألمود، كما أني سوف لن أشير إلى ما سطره
كل من جورج زيدان في 1885 مروراً بجبران خليل جبران وبول السلامة وجورج جردار وفؤاد جردار وفاروق عبود وشبلي شميل وراجي أنور حيفا، وقبل ذلك المفكر والأديب الكبير ميخائيل نعيمة. هؤلاء من الأخوة المسيحيين الذين كتبوا، بل نال أغلبهم درجة الدكتوراه بأطروحاته. وسوف لن تكون مادة محاضرتي مستمدة مما سطره بروح إيمانية عالية من الكتاب الموضوعيين من أمثال توفيق الحكيم في كتابه محمد رسول الله. وطه حسين في كتابه علي وبلو، وعبد الفتاح عبد المقصود في كتابه للأجزاء الست علي بن أبي طالب، وكذلك الأديب العملاق عباس محمود العقاد في موضوعتي مفتاح شخصية الإمام علي. وأجدني ملزما بالتوقف بهيبة أمام عبد الرحمن الشرقاوي. وعبد الرحمن الشرقاوي وضع كتابا بعنوان علي إمام المستضعفين، ويبدو لي أن عائلة الشرقاوي في مصر عائلة متميزة في الولاء، يعني هم سنيي المذهب علويي الاتجاه والحول. فأشار عليه واحد من إخوته وكان محامي نقض معروف أن يا عبد الرحمن استبدل كلمة المستضعفين بالمتقين. وكانت المستضعفين عبارة جاءت على مسار الإمام الخميني رضوان الله عليه أبان ثورة 1979، وأن كلمة المستضعفين في معناها لا يعني كلمة المستضعفين التي يشير إليها عبد الرحمن الشرقاوي. ونحن في البحث الأكاديمي عندما نريد أن نتخلص من مطبات التعابير نضع لها فصلا اسمه فصل المصطلحات. فاستجاب عبد الرحمن الشرقاوي وجعل منه علي إماما متقين. هذا الكتاب أتيحت لي الفرصة أن أقرأه هنا في بريطانيا في ثمانينات القرن الماضي، وكنت على صلة مع الأخوة من المسلمين الآخرين فوددت أن يقرؤوه، فأجمعوا وهم على الفراغ، يعني كان اتصالي بهم مو مجتمعين، أعطيه لكل منهم على الفراغ، كانوا يخافون قراءة هذا الكتاب، وأجمعوا إلا أن قراءة هذا الكتاب سيغير معتقداتنا. فأية معتقداتنا تلك التي يحملونها؟ كما لا يفوتني كتاب عزيز السيد جاسم، وهو علي بن أبي طالب، والذي طبع في بيروت، والذي دفع ثمنه بأن أذيب جسده الشريف في مذيبات الأمن العام في بغداد. ولأني ملتزم بالوقت المحدد، كما أن الحديث عن أمير المؤمنين عطاء متواصل، فسوف أشير مركزا إلى بعض ما قاله بعض المفكرين الغربيين بحق الإمام المتفرد، وسأأخذ من كل بلد مفكر أو فيلسوف أو كليهما. ففي كتابه محمد المثل الأعلى يقول الفيلسوف الإنجليزي كارلل، الآن سأقرأ لأن التعابير ليست لي: أما علي فلا يسعنا إلا أن نحبه ونحشقه. العبارات منتقات وتعني ما يشير لها هذا الرجل. فإنه فتى
شريف القدر عالي النفس يفيض وجدانه رحمة وبرا ويتلظى فؤاده غيرة وحماسة وكان أشجع من الليث. شوف التعليق بعد أشجع من الليث يضعها بين قوسين، ولكنها شجاعة ممزوجة برقة ولطف. الشجاعة يغادرها عنفوان وحتى في بعض الأحيان فقدان أعصاب، لكنها ممزوجة من الناحية السيكولوجية أتحدث عنها، ممزوجة برقة ولطف ورأفة وحنان. ويعطي مثالين لعمر بن ود العامري ولعبد الرحمن بن مجهد كيف تعامل مع هذا وكيف تعامل مع ذاك. بأبي أنت وأمي يا أبا الحسن. وقف أحدهم يلقي شعراً في حق الإمام عندما كان الإمام الخليفة فأطنب، فأسكته الإمام، قال: يا هذا، أنا أدنى مما تقول وأعلى مما في نفسك. هو ذاك علي، يعني من حقي أن يقشعر ربي. أنا أدنى مما تقول لأنك أطنبت، لكني أعلى مما في نفسك. حتى أن بعض من الزملاء وياي يعني أعطوا للخوارج حقا في أن يعبدوا علي بن أبي طالب حتى لا أشطط. دعوني ألتزم بالوقت، أخاف من الشيخ. أما المؤرخ والمحقق الفرنسي كرديفو في كتابه مفكرو الإسلام يقول: وعلي هذا البطل الموجع والموجع المتألم والفارس الصوفي والإمام الشهيد ذو الروح العميقة القرار التي يكمن في مطاويها سر العذاب الإلهي. لذلك قال: غري غيري. ثم أصبح أبي تراب. ويستطرد المستشرق الفرنسي هنري كوريان بالقول إن كتاب نهج البلاغة يأتي في الأهمية بعد القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، ليس على المستوى الإسلامي الشيعي حسب الكلام للرجل، بل على المستويين الإسلامي والعربي. أنتقل إلى ألمانيا والفيلسوف غوته. يشير الفيلسوف الألماني غوته فيصف عليا في كتابه الشعر والحقيقة، يصف عليا بالمؤمن الأول بالرسالة كما أشار أخي إلى جانب السيدة خديجة، ويصف قوت ذلك الإيمان المبدئي للإمام علي بأنه الانحياز الكلي والمطلق إلى رسالة رسول الله العظيم. وهنا أجد من الضروري الإشارة إلى ما ذكرته الأستاذة كاترينا موزمن، وهي أستاذة الأدب الألماني في جامعة ستانفورد الأمريكية، في كتابها واسع الانتشار والقيم غوتة والعالم العربي. القول: لا أعتقد أنني أجانب الصواب عندما أقول أن الفكر الأوروبي قد استفاد كثيراً من فكر الإمام علي، وكذلك الحال بالنسبة للتيارات الفكرية الإنسانية في أمريكا. وعندما نقول ذلك فإننا لا نمنن الأوروبيين ولا الأمريكيين بذلك، لأن الإمام علي في نهاية المطاف إمام كوني، تعبير الحال أممي عالمي، و
وليس إماما مقتصرا في إمامته على المسلمين فحسب. أعتقد أن كوفي عنان بقراءاته المتفحصة الدقيقة لفكر الإمام علي وثقله الإنساني دفعه لأن يجعل من مقولة الإمام الشهيرة لمالك الأشتر، وكلكم يعرفونها، التي تظهر البعد الإنساني في فكر الإمام علي، بما معناه إن لم يكن أخ لك في الدين فنظير لك ولم. بالمناسبة هناك تعابير للإمام علي لم يسبق أحدا، يعني مثلا وقلبت لهم ظهر المجن، ملأتم قلبي، تعابير لم يأتي بها التاريخ حتى على لسان الشعراء الكبار، فجعلها تحتل يعني كوفي عنان المبدأ الإنساني. البند الثاني من لائحة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يعني الداخل إلى مبدأ الأمم المتحدة تؤطر عينيها عبارة الإمام علي في هذا المجال الإنساني. إمرسون الأب الروحي للثورة الأمريكية ضد الاحتلال البريطاني عندما كانت في كتاب اسمه وين لندن، عندما كانت لندن عاصمة أمريكا. أما الأديب والمفكر الفيلسوف الأمريكي إمرسون الذي كان بمثابة الأب الروحي لاستقلال أمريكا عن بريطانيا، فقد كان شديد التأثر بمبادئ الإمام علي الإنسانية وبمنظومته الفكرية الشاملة، وقد حاول هذا الرجل أن ينقل شيئا من أفكار الإمام علي ومبادئه إلى عقول وقلوب الشعب الأمريكي من خلال قصائده ومقالاته ومؤلفاته الفكرية والمناهج المدرسية. أنا عندي 12 مليون تلميذ وطالب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ومعاهد المعلمين ومعاهد إعداد المعلمين. ليس هناك موضوع عن علي بن أبي طالب. عيب على ينار الله. كان هناك موضوع في كتاب القراءة للصف الرابع الابتدائي تحت عنوان جابر بن حيان، يقول في مسار الحديث: وقد تتلمذ جابر بن حيان على يد الإمام جعفر الصادق. ألغي الكتاب كله ووضع الموضوع جابر بن حيان، وكتب بدل ذلك: وقد تتلمذ على يديه فلان وفلان وفلان، لكي يلغى اسم الإمام جعفر الصادق وهو أبو التربية. وإن تبقى وقد سأتحدث. إن هذا الفيلسوف الأمريكي، الآن أنا ما عندي موضوع عن علي بن أبي طالب بالمنهج، يعني هذه الشخصيات تشكلت، هذه الشخصيات كيف تتشكل إن لم تقرأ حاجة؟ المراهقة ثلاث مراهقات، والطفولة ثلاث طفولات، الثلاث الأولى ثلاثيات محمد بن عبد الله، داعبوهم سبعا وأدبوهم سبعا وصاحبوهم سبعا. إذا كبر ابنك خاوي أوكي، والمرحلة اللي قبل المخاوة أريده أن يقرأ حاجة. إن هذا الفيلسوف الأمريكي الذي كان يؤمن أن كل إنسان هو باب ومدخل إلى العقل الكوني، كان على صلة وثيقة بالإمام الكوني أي العالمي علي بن أبي طالب، وبكل كلمة من كلماته الخالدة، وقد صرح بذلك في مقالة له بعنوان الذات والحق، وعدت موضوعا في إحدى الجامعات الأمريكية. ولكي لا أغمض حق المفكر المسيحي المبدع جورج جرداك في كتابه علي وعصره الذي يتفق بذات النتيجة التي توصل إليها نظيره،
الأستاذ نصري سهلب في المقارنة بين علي وخصومه إذ قال: علي من أولئك البشر. أنا ما أريد تغازني العبارات، أنا أريد يغازني محتوى العبارة التي لم يخرجها موالي يقول هذا متحيز، هذا مسيحي كما هو الحال مع بوته. فإذا كان هذا رأيه، أنا أين أنا؟ علي من أولئك البشر الذين كتب عليهم أن يموتوا لتحيا بموتهم شعوب وأعداء. وأعداء علي من أولئك النفر الذين آثروا الحياة على الموت فأماتوا بحياتهم كل إباء وشنق. ويضيف جردار: لن يصلح العالم إلا بأن لن يصلح العالم إلا بأن يتولى إدارته وأموره جميعا اثنان لا ثالث لهما: عالم وأديب. عالم هو الفكر النير والنهج والمقياس، وأديب هو الفكر النير والقلب الخير والضمير والرحمة والإحساس بالوجود وقدسية الحياة. والإمام علي في سيرته ونهجه هو هذا العالم وهذا الأديب مجتمعين في شخصيته الموحدة. أختتم قولي بالمفكر جبران خليل جبران في أوائل القرن الماضي، والرجل لم يعش أكثر من العقد الثالث. إن علي بن أبي طالب كتبها وهو في الولايات المتحدة الأمريكية بعد هجرته من لبنان: كلام الله الناطق وقلب الله الواعي. تبدأ الفلسفة الآن. نسبته إلى من عداه من الأصحاب شبه المعقول إلى المحسوس، وذاته من شدة الاقتراب ممسوس بذات الله. ألم يكن القادة الهنود من آل غاندي على صواب عندما أشاروا على القادة الفلسطينيين أن يتتبعوا نهج الإمام الحسين وسيرة الإمام علي في تحرير بلدهم؟ سأنحو بعيدا لأتوجه إلى ماو تسي تونغ في الصين، يشير في مذكراته بعنوان بارز إلى أنه استفاد كثيرا من رسالة الإمام علي إلى ابنه الحسن في تسيير ثورته الصينية. هل نرعوي يا سيدي يا أبا الحسن؟ كم نحن بحاجة إلى لمساتك وهمساتك. وشكرا لكم جميعا. الكلمات التي تحدث بها الدكتور ضمنت وضمنت لعلي الشخصية التي كانت ولا زالت وستبقى إلى أن يظهر المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. علي بن أبي طالب عاش في زمن تكالبت عليه الأقاويل، فالحسد كان أولها، والبغض كان أساسها، والنيل من هذه الشخصية لاقترابها من الرسول بكوثر آل محمد هي الزهراء. إذن علي بن أبي طالب وصل للإمامة والنبوة بالزهراء، فاجتمعت كل صفات النبوة بشخصية علي فورثت
من العلم والمعرفة وكل العلوم التي كانت آنذاك شائعة. وقالها الدكتور: هناك تعابير وهناك كلمات أوجزها علي في خطاباته فراح يضرب بصداها إلى الأعراب آنذاك محاججهم في لغتهم في النحو والصرف، وهناك في العلوم التي اختص بها علي فأولدها إلى ما كان هو في زمانه وإلى يومك هذا. لماذا أبغض هذه الشخصية؟ شخصية تكافأت بالعدل، فكان ميزانها التوحيد والإيمان بالله وبنبيه. حينما كانت ولادة علي في الكعبة، أول ما جاء إلى هذه الدنيا سجد لله سجدة الإيمان وآمن بالله وبرسوله بشهادة التوحيد والإيمان بنبوة محمد. إذن كل هذه الخصال والسجايا لماذا حينما تجتمع في إنسان يكالب عليها حب وبغض؟ لماذا؟ ولكن سيبقى علي في أوج التأريخ، وسيبقى علي على لسان الإنسانية حينما وتواردت هذه الأخبار عن هذه الشخصيات المرموقة في الدنيا من المسيح ومن اليهود ومن بقية الأقليات في وصفهم لشخصية علي في كلمات ومقالات وأبيات وتأليف وكتب. إذن أنتم محظوظون في ولائكم لعلي. علي قال فيه الكثير في الشعر، فأطنب في إطرائه، ومن قال فيه علي الطبقات جفنك للمدامع باع، يشبه قلبك الما يوم سديته. شنو من قلب عندك؟ شنو من شخصية عندك يا علي؟ الشاعر العراقي وقف على هذه الشخصية، يقول: علي بطبقات جفنك للمدامع باب يشبه قلبك الما يوم سديته، وعلى ساحة جفوفك لليتامى ليود، وجفنك حارس بكل باب خليته، لأن ما ظل فقير بعصرك بلا ثوب، جبت بيتك فقير ثوبك الطيت، بيتك بيت فقرة وجان قلبك باب، كان قلبك باب لكن أكبر من حجم بيته. هاي الشخصية تعادل نمت بفراش أخوك وفس خيالك بيك، سلحت حرس ويطاها مشيت، أنت بالصلاة محبسك عند عيون غمز للسائل شاورك وطيت. علي هناك من ادعى الشجاعة في مبارزتك وأنت في ميدان الردى، بدر ببدر جندل الأبطال وهوى يصرخ، بدر ببدر جندل الأبطال وسق العدا كأس الحمام وجال، برز إليه أشقى الأشقياء. عمرو بن ود جاوب الشاعر يقول: لعلي يوم ابن ود هل من مناد صاح، هبت شفك السيف وقوة كضيت، ولقم العامري والسيف مي الجوع كضيت لحم وعظام ذبيت. فتبقى علي
وستبقى في أوج التاريخ. لن ينالوا منك، لا والله، فأنت أنت في رسول الله، وأنت أنت في قدسية الله. اسمك وشخصك وكل مزاياك وخصالك ستبقى فينا إلى يوم أن يبعث المهدي المنتظر. في واحة الشعر والشعراء شاعر تألق في نظمه، في قصيدة الرثاء وفي قصيدة المنصة، دعوناه اليوم من خلال هذه المؤسسة الخيرة، مؤسسة الأبرار، بلسان فضيلة الشيخ أبو مهدي التريكي. كانت له الدعوة لهذه الشخصية سعد مطلوب الكربلائي، شاعر له في هذا الحفل مشاركة. دعونا نستمع إليه ببركة محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخوتي الحضور ورحمة الله وبركاته. نهنئكم بولادة سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولتعجيل فرج سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ميلادك يا حيدر والله سرنا، ميلادك يا حيدر والله سرنا، على نهجك يا ابو الحملات سرنا، ظاهرنا ينادي وعلن سرنا، ولايتكم ذخر يوم المنية. وحق رب الخلق سبعة بستة، وحق رب الخلق سبعة بستة، يا حيدر بالحشر تشفع بستة، مسرور القلب دوان بستة، وينشد بالفرح صبح ومسية. مولدك يا حيدرة، مولدك يا حيدرة من سر إنس وجن، والحور تزهي غدت عالمهد راحل وجن. بهاليوم يا سيدي شموع الفرح والجن، فرحان قلب المحب الميلاد فارس بدر، من يوم جاه الخبر بالكعبة نور بدر، بس الفرح والوفا من عند لجلك بدر، كل محب يا ابا الحسن بهواك غايب وجن. يا من بغضت الوصي، يا من بغضت الوصي، من استمع ما يلي حب ابو الحملة علي، وقت العطش ما يني كل شدة انخى الوصي وغيره ابد ما يني، جيل النبيين الخلق يقضي بشجاعة وعدل، واللي تبع منهجه كل عمره يبقى عدل، ما يخطي جدم الدرب يقضيها ماشي عدل، واللي ترك منهجه صار بدرب مايني. لجلك يا علي، لجلك يا علي ربنا خلق هالكون، ولجلك بنى سبعة ووسع جنانه، جعل بيها كواكب والنجم يسرون، باسمك تنتخي وتسبح بشانه قمر، قمر ويا الشمس يتخالفن،
يغيون من ضيك يا حيدر نور هنجانه قبل تكوين آدم حفلة من قرون اسمك للعرش يا أبو الحسن زانه يا مسير سفينة نوح يا هارون بيك آدم تنخى يمحي عصيانه يا مسير سفينة نوح يا هارون بيك آدم تنخى يمحي عصيانه من الحوت نادى يا علي ذنون نجيته وكشفت همومه واحزانه يوم الطاح موسى بقبضته لفرعون لملمت الحياية وصرت ثعبانه جزع منه الصبر ايوب نادى العون لبيت النداء وشفى من مكانه يا خلصت يوسف من اللي يكيدون سويت العزيز استلم لخزانه يعقوب النبي من النوح طف عيون من شم ريحتك فتحت اجفانه صل على محمد وآل محمد يعقوب النبي من النوح طف عيون يعقوب النبي من النوح طف عيون من شم ريحتك فتحت اجفانه البراق من اعتلى وبالسما شق بطون من قوتك تعلب خفوك جنحانه حمامه على الكهف حمامه على الكهف ظللت لي حقدون بخيوطك نسجت لبيك واركانه تدري تشتلة المختار يتحامون ما قلبك رجف ينمت بمشانه يا سر الاله بالعرش مكنون وصانا محمد بيك وصانا صلوا على محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد يا سر الاله بالعرش مكنون وصانا محمد بيك وصانا قال بضربتك ذليت لي ظلمون يمجند العمر وذر فرسانه مرحب من سمع باسمك رجع مطعون يدرب ضربتك ينهدم بنيانه خيبر من فقارك رجف بث الجون هد حصنه وتكوم شلع بيبانه يا مخوف الزلم يا هيبة اللي يحجون حبك بالقلب وجرت نيرانه يا مخوف الزلم يا هيبة اللي يحجون حبك بالقلب وجرت نيرانه الناس بكعبة الجبار من يسعون يطوفون على مهدك فرض ويانه يسمون روافض يسمون روافض خلهم يغارون ما عدهم علينا الباع دنيانا يدرون على حبك كل عبد مرهون ويدرون الموالي انت عنوانه خلوا كم حديث مزوروا يردون عن نهجك نحيد ويخضم امشانه خل كل النواصب يا علي سمعون منعوفك ابد ترخص لك دمانه منعوفك ابد ترخص لك دمانه الناس بكعبة الجبار الناس بكعبة الجبار من يسعون يطوفون على مهدك فرض ويانا يسمون روافض يسمون روافض خلهم يغارون ما عدهم علينا الباع دنيانا يدرون على حبك كل عبد مرهون ويدرون الموالي انت عنوانه خلوا كم حديث مزوروا يردون عن نهجك نحيه ويخطم انشانه خل كل النواصب يا علي سمعون منعوفك ابد ترخطك دمانه اليوم افضل العدل ميزانه
اليوم أرض الله انعدل ميزانها من سطع نور الوصب أكوانها. اليوم برض الله غدت تزهي الأنوار من بزغ نورك علي وضوت الدار. من بعد ظلمة ضحك وجه النهار وصار مرسوم الفرح عنوانها. صفى بيت الله يهلهل بالفرح بمولدك يا حيدر وقلب انشرح. يفتخر يا نجمك بوسط وضع كعبة بس ليك افتحت في بالها. طلقت الكعبة بجل واشرف ولي طلقت الكعبة بجل واشرف ولي بكل مخاض تصيح وينك يا علي. دخيلك تسهلها هالليلة إلي طلعت من عندها وتعلى شانها. يا وليد اكتسب مثلك هالفخر الحور صارت لخدم قبل البشر. والملك حضرة الميلاد زمر غيرك انت يل حفظت زمامها. شالك بجفين سيد الانبياء ورتل باذنك تراتيل الاباء. سلمك عصمته يا رمز العطاء وبيك معروف البشر بايمانها. سلمك بارين نار وجنته الهادي خصك بالشفاعة لأمته. وكل من يواليك زالت محنته بالحشر فاز وربح بجناله. طبعا أيام قليلة نستقبل شهادة سيدتي وولاتي زينب عليه السلام. لا تقلبها حزن ها؟ لا مو حزن. لا إن شاء الله مو حزن. طبعا احنا كليتنا شفنا وسمعنا اللي كتب على جدار السيدة ضريح السيدة زينب. كتبوا ستر حنين مع رحيل النظام والاسد وكله نفس الشيء. فانا بهاي المناسبه عندي قصيده اذا تسمحوا لي. طبعا لا مو كله يا معود زينب خليها بعدين. لا ما لا تبكي. لا ما بكي. زينب الضحك على الصحن كتبوا ترحيني. يا زينب على الصحن كتبوا ترحلين. يهود العصر واصحاب الخديعة ما يدرون شيعهنا ومجانين. نزحف نجزحف نمن الوسيعة وحق عباس نقلبها الميادين. وشدش بنيران تنزل فجيعة نسحبهم سحق نطلع ملايين. فرض واجب لمرنا الكل تطيعه نكنسهم كنس ذول الملاعين ونراويهم هممنا على الطبيعه. وحق حيدر نرد عليها صفين وحق حيدر نرد عليها صفين ونخله للحقد كلها صريعه. نرجعها وترد ترفع قرائين. نذل رقابها وناخذ البيعه وناخذ منها حق ام الميامين. ونحاسبها الكتر ضلع الوديعه ونصيح بصوت نطلب ثار الحسين. ويهله واخوته ودم رضيعه نعلمها اصول العدل والدين ونطبق عليها دستور الشريعه. تهب كل الزلم للشام ماشين تهب كل الزلم للشام ماشين. وعباس القمر يهدي الطليعة نخليها لأمية نوح بونين. وخلها تحشم الطاغي وشفيعة وحق رب العرش وحق رب العرش نقطع لجفين. كل خوان يتمادى بصنيعة نهد عروش كل ذيج السلاطين. بعزمنا نهدم حصون المنيعة نظل حراس جحنا وأبد ملين. وإلج يم الخدر دمنا نبيعة وإلج يم الخدر دمنا نبيعة. ختاما انولد وتشفف قارة وراية انولد وتشفف قارة وراية. ما خاب المشب نهجة يا شيعي ردد الليلة ورايا الصلاة على النبي وحيد الوصية. والسلام عليكم. صلى الله محمد وآل محمد. أروع خاتم. طيب والله أنفاسك.
ارهاصات ولا ارهاصات ولا بقواف نظمها شاعر، فكانت هي الموالات في التعبير والصدق في الاهتداء والاقتفاء. نعم، يعجز الإنسان حينما يقف ليكتب في علي مقالة أو شعر أو أن يقول شيئا ما، لأن عليا كتب عنه الوحي في آيات متعددة من القرآن الكريم، واجتباه الله من خيرة أوليائه المؤمنين، واصطفاه لرسالة في إكمال النبوة بالإمامة بعلم ويقين. علي بن أبي طالب أسطورة في شخصيته عجزت عنها الكتاب في الوصف والكتابة والنظم. حينما يقول علي بن أبي طالب أنا لست في هذا الإطراء، وإنما في حديث الذي نقله لنا الدكتور حقيقة كانت لأمير المؤمنين في خطاباته المتعددة، اقرأ في نهج البلاغة ماذا قال علي وقارن ماذا قالت العرب في كتاب آخر. شخصية جسدها الله لأمته الإسلامية، ولكن الحقد والحسد والنفاق والشرذمة في ذاك الزمان عادة اليوم لتقف على أعتاب ضريح في الشام لبنت علي. لماذا؟ لأن زينب كانت قد وقفت في ديوان أبغى الطواغيت في عصره ونطقت بلسان أبيها، والكل هناك حينها قال إنها هي علي في كلمتها وخطابها. ولذلك يريدون من هذا الضريح أن يرحل. نحن لا نقول أن زينب فقط في الشام، زينب بمواقفها في كل قلب مؤمن، زينب رسالة أبيها وجدها رسول الله في نهج كل مصل، زينب أكبر من أن تؤطر بضريح أو بقبة يريدون منها النيل. لا، زينب ستبقى في أوج التاريخ. وهنا قال آيت الله سيد الخمنائي حفظه الله قبل أيام: جدتي لن تسبى أبدا، سبيت مرة ولن تسبى أبدا مرة أخرى. وقالها السيد حسن نصر الله حفظه الله كذلك، والقادة والعظماء وأنتم تقولوها وأنتن كذلك، الكل يجسد محبة آل محمد بقلبه، ولكن الله بخطهم واهتداء بهديهم بوصيتهم. الله العمل بها، أن نجعل من أيامنا هذه مدارس لأبنائنا ولنا جميعا، هي منهاج متكامل في التوحيد والنص والنقل في الرواية. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. إلى فاصل التواشيح والأداء في حب آل محمد. الكل يعرف مصطفى مرجان أبو ياسين، الآن وصل، ودعونا أن نستمع إليه عن طولك حتى يدخل القاعة وأن يصل إلى المنصة ببركة محمد وآل محمد بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبركة
تهنئة وتبريك للأمة الإسلامية جمعاء بذكرى ولادة وليد الكعبة علي بن أبي طالب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا شافعا مشفعا. سبحانك يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، سبحانك ربي يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا قابل التوبات، يا صل على محمد، قلبك بقلبك، صل على محمد وآله أزكى صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولقد أنبت إلى الإله بلهفة والنفس عاشقة، لعترة أحمد لازم تسوون صلوات. ولقد أنبت إلى الإله والنفس عاشقة لعترة أحمد، سائل قريشا إن كنت ذا عمه، من كان أثبتها في الدين أو تادى. سائل قريشا إن كنت ذا عمه، من كان أثبتها في الدين أو تادى. من كان أقدمها سلما وأكثرها علما وأظهرها أهلا وأولادا، من وحد الله، من وحد الله إذ كانت مكذبة تدعو مع الله أوثانا وأندادا. من كان يقدم في الهيجاء، من كان يقدم في الهيجاء
كان يقدم في الهيجاء إن كثوا عنها وإن بخلوا في أزمة جادة من كان أعدلها حكما وأبسطها حلما وأصدقها وعدا وإعادة إن يصدقوك فلا يعدو أبا حسن إن أنت لم تلق للأبرار بس شوي ساعدوني بالجواب. قلبي لودادك حين هوى من بعدك بات بلا سلوى نشأت نفسي لهواك لذا لسواك حديثا لا تهوى. لا تخافوا مو كل هذا. لسواك حديثا لا تهوى لسواك حديثا لا تهوى لسواك حديثا لا لما بلغ الهجران ذوى يشكوه الحب لرشف الضرب له يتقرب بالشكوى يحلو بلماك الشهد شدا يحلو بلماك الشهد شدا أبدا وبه تحلو الحلوى لسواك حديثا أربع كلمات لسواك حديثا لا تهوى لسواك حديثا لا تهوى لسواك حديثا لا تهوى إن ولد من لا أنيد إن ولد قبل إن ولد من لا وليد إن ولد قبله بيتم الذي للناس 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 قبله إن ولد قبل أخذ من الرسول بشوب أخذ من الرسول بشوب قبل لسواك حديثا لا تهوى هو للعشاق إمام هوى
وسواه العاشق لا يهوى هو للعشاق إمام هدى وسواه العاشق لا يهوى هو للعشاق إمام هوى وسواه العاشق لا يهوى جمع الضدان بوجنته النار وما الحسن سوى عجبا لزلالك تمنعه عجبا لزلالك تمنعه عني وبه لسقاه دوى لسواك حديثا لا تهوى لسواك حديثا لا تهوى شكوا بيه لك مولد وبيته علي صرت بحرام ربك وبيته شكوا بيه لك مولد شخص الذي بالفضل عن خلق كلها سمة جود وشجاعة وعديم والعدل 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 عنده سمة
الطور والمرجله ربنا ربنا مركبنا يا شرف من وصفه ربنا قل لي شنو وصف شرف من وصفه ربنا ولو ما علي ما بقي من هذا الحفل إلا دقائق ونكون بخدمتكم إن شاء الله جميعا بدعوة للعشاء على سفرة صحبة. نقول للذين يدعوننا بأننا الرافضة، نعم نحن أبناء الدليل، لا نؤمن بالهمجية في الحوار ولا المجادلة في الجهل، ولكن نقول سنبقى شيعة وموالون ومحبون لعلي وآل علي لمحمد وآل محمد الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونقول لهم علي بيك اعتقدنا واحنا بالاصلاح نطفى وما نخون المعتقد. علي بيك اعتقدنا واحنا بالاصلاح نطفى وما نخون المعتقد. يا علي وبالدم كتبنا فوق صفحات الضمائر ما نزل عني العهد. تقطع راس تهتك اعراض شو تدري تسوي يا علي بالدم كتبنا فوق صفحات الضمائر ما نزل عني العهد. ومن اجل حبك يا حادر حتى يا سفينة نوح ويا عصاة موسى ويا سد الاسكندر، يا سفينة نوح ويا عصاة موسى علي يا سد الاسكندر، يا درع داود بالملقى واشد علي، يا جف بالمريم يا ذو عيون البريه من الرمد. لو كتب ما تحصف لك ومو عجيبة ربك بحقك شهاد. انت اول رجل من امن، انت اول رجل امن بالرسول وراسك المهيوب بس لله سجد. يا وليد صار مثلك يا علي وكعبة البار انولد. نسأل الله أن يمن علينا ببركة هذه الليلة بالشفاعة من صاحب الذكر. هذا الحفل مسك وعبيره إن شاء الله العشاء، ومسك هذا الختام الأستاذ فضيلة الشيخ الخطيب وإمام الجمعة
والكلمة له الشيخ حسن الفريكي مستقبليه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسعد الله أيامكم إخواني وأخواتي ومباركين بهذه الليلة الشريفة المباركة، ميلاد مولانا مولى الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نعم العلي ونعم الاسم واللقب، يا من به يشرحك الأصل والنسب، البادخان جناح الشمس ظلهما، والهاشميان أم حرة وأب، لا قبل لا بعد في بيت الحرام شدا طفل ولا اعتز إلا باسمه رجب، هو الإمام فتى الإسلام توأمه منذ الولادة أين الشك والريب. هذه الأبيات أضيفها إلى ما تفضل به أخي وأستاذي فضيلة الدكتور الموسوي، الدكتور السيد عبد الله الموسوي. هذه الأبيات لشاعر لبناني، وأنا عادة أقول هذا من مسيحي شيعي، كما هناك مسلمين شيعة أكو مسيحيين شيعة، وأخواننا المسيحيين في لبنان في الأعم الأغلب هم الشيعة، أسماء ذكر كبيرة سيد في لبنان. الأخوة المسيحيين يثيهون عشقا وحبا بأمير المؤمنين إلا من شذ وندر، وذلك لأنهم تعرفوا من خلال شيعة أمير المؤمنين، تعرفوا على أمير المؤمنين عليه السلام في لبنان، ولذلك كتبوا ما كتبوا الموسوعات والقصائد والشعر لأمير المؤمنين عليه السلام. هذه الأبيات كانت للوزير السابق جوزيف هاشم من لبنان في مدح أمير المؤمنين، قصيدة طويلة واقعا، ولكن اخترت منها بعض هذه الأبيات الجميلة. على كل حال لا أريد أن أطيل، لأنه الحمد لله واقعا كنت أعتقد أن الوقت سيتسع للكلمات والمشاركات، ولكن رأيت أن الوقت يجري أسرع مما كنت أتوقع. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سبقني أستاذي والأخوة الشعراء بالكلمات، ولكن أمير المؤمنين يكفيه حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث العارف بأمير المؤمنين: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. هذا الحديث وحديث أخرى واقعا تبين أن أمير المؤمنين عليه السلام لم تعرف حقيقته، بل أحيانا هناك بعض الروايات تظهر أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو لم يرد أن يظهر حقيقة أمير المؤمنين لأنه كان يخاف. في رواية لرسول الله صلى الله عليه وآله مما يخاف النبي، مما يقول كان يخاف، الآن هذه رواية تبين مما كان يخاف النبي صلى الله عليه وآله عندما لم يظهر حقيقة أمير المؤمنين للناس: يا علي، لولا أني أخاف أن تقول فيك أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك مقالة جعلتهم يأخذون التراب من تحت أقدامك. أخاف أن تقول فيك الأمة، وقالت
وقال من اقترب من معرفة علي قال ما قال. ولذلك هذه الحقيقة حقيقة أمير المؤمنين عليه السلام قسمت الناس إلى صنفين يعني يهلك فيك اثنان: محب غال بالغين ومبغض قال بالقاف، من القلب من البغض. نفوس تعرفت لأمير المؤمنين عليه السلام فتاهت فيه حبا حتى عدوه إلها، كما ذهب البعض وأشار جناب الدكتور السيد أثناء حديثه، ولكن يظهر أنه سقط سهوا قال أعذر الخوارج، لعله غير الخوارج، العلي اللهية الذين قالوا بأن أمير المؤمنين اتخذوه إلها أو عبدوه، لأنه من يعرف علي يرى فيه شيئا غير ما هو موجود في بقية البشر، شيء لا يمكن تصوره. وذهب آخرون حسدا لأمير المؤمنين حتى وصل بهم الأمر إلى البغض والنصب، نصب العداء لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال له رسول الله: يا علي يهلك فيك اثنان: محب غال ومبغض قال. وعنه صلوات الله عليه: عهد عهده إلي حبيبي رسول الله، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. حقيقة أمير المؤمنين لم تعرف، ويقول ذلك العالم الآن الكلمة تنسب لأكثر من شخص: ماذا أقول في شخص أخفى محبوه فضائله خوفا، وأخفى مبغضوه فضائله حقدا وحسدا، وظهر منها ما ملأ الخافقين. كم حاولوا أحباب علي خوفا، كانوا يتكتمون على فضائله، كانت موالاة علي جريمة وعشناها. إذا كنا نقرأ في التاريخ أن ولاء علي كان جريمة، نحن عشناها في العراق وفي الدول المجاورة للعراق، كيف كان الولاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام تهمة. وأشار السيد أيضا لشخص كتب كتاب في علي فأذيب جسده في الأسير. جريمة أن تحب عليا أو تطري عليا أو تذكر عليا. وذهب آخرون إلى ولاء أعداء علي حتى ناصبوا علي العداء، ولا زالوا إلى يوم الناس هذا. إذا كما تقول الآية: إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين كفروا، كذلك بعض الأشخاص إذا ذكر علي اشمأزت قلوبهم واسودت وجوههم، سود الله وجوههم في الدنيا قبل الآخرة. ألا يقرؤون: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية علي وآل علي، على ولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واقعا ذكر علي عبادة كما ورد في الحديث، كل لحظة تمر علينا ونحن بذكر علي نحن في طاعة الله. وهذه خصيصة من خصائص أمير المؤمنين، ذكره عبادة. لماذا؟ لأنه هو أفنى وجوده في عبادة الله. هذا علي القائل: لو خير أيهما أحب إليك، جلوسك في الجنة أو جلوسك في المسجد؟ قال: جلوسي في المسجد. قيل: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن جلوسي في المسجد فيه رضا ربي، وجلوسي في الجنة فيه رضا نفسي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. هكذا لو يخير بين الجنة والمسجد لاختار المسجد. هذا أمير المؤمنين. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما اصطفاهم هؤلاء محمد وآل محمد، ما اصطفاهم لقرابة أو مجاملة، ولكن علم الله. مش نقرأ احنا بداية دعاء الندبة؟ دائما أكرر هذا الملاحظة في بداية دعاء الندبة: الحمد لله على ما جرى على أوليائك في قضائك، ذا الذين اخترتهم لنفسك
بعد أن اشترطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك. يكفي بس يشرطون هم يكفي؟ فشرطوا لك ذلك يكفي؟ لا ما يكفي. يقدر واحد كثيرين يقول أنا مستعد أشرط، شو تريد مني أسوي؟ فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقربتهم وأدنيتهم، علم الله منهم الوفاء بما اشترطوا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، هؤلاء هم النموذج الأكمل وهم النموذج الأفضل والأجمل للذين صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم ورزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. ختاما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم وشارك في هذا الاحتفال، فضيلة الدكتور السيد عبد الله الموسوي، الأخوة الشعراء الأخ سعد مطلوب والأخ أبو ياسين، وشكر جزيل للأخ أبو أحمد نزار الحداد على هذه الإدارة الرائعة والمتميزة والحماسية واقعا في مثل هذه المناسبات. الشكر موصول للأخوة والأخوات، وشكر خاص للأخوة الأعزة في مكتب السيد الشهيد الصدر الثاني قدس الله نفسه، حيث ساهم مساهمة متميزة في هذا اليوم واقعا هذا الحفل، حفلهم وحفل كل مؤمن موالي لأمير المؤمنين. احنا دائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل المشترك اليوم بين مؤسسة الأبرار ومكتب السيد الشهيد إن شاء الله يعني قصوى وقدوة لكل مراكزنا الإسلامية، لما ندعى للتعاون على البر والتقوى وعلى ولاية محمد وآل محمد من يتأخر؟ كل مراكزنا الإسلامية، قلوبنا وأيادينا وأذهاننا كلها مفتوحة إن شاء الله، يجمعنا ولاء محمد وآل محمد. الشكر الجزيل لكل الأخوة والأخوات والسادة الحضور. والآن ندعوكم للعشاء، أيها الأخوة المحضرين العشاء قبل الصلاة حتى ما يتأخروا الأخوة على بيوتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا القليل، وختام المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.